طبعا ابو داعم مصور، وان شاء الله الحين راح نبدا اول حلقه من ذي السلسله او ذا الشيء اللي بنسويه كويس، فدعمكم لا يوقف، وان شاء الله ان يعني نقدر نسوي او نقدر نكمل ذي الحلقه بدون اصابات واشياء زي كذا. طبعا عبد الله قاعد يلبس هناك، صور عبد الله قاعد يجازف خلاص. طبعا الحين هذه الخطوه الاولى، بنحط اللمسه على صديقنا الكريم. يلا وش اللي يلا هات قلنا فمتو، ترى مو فمتو، هو شيء اسود، ما عليك عشان كوبي رايت. اوكي طيب انت ركز شوي لان في ايش رايك اعطيها وضعيه السدحه؟ انت سدح معي، سدح معي، انت ما عليك، انت جيبها جيبها في يدي كذا، اعطيها وضعيه التمليس. ويا وخر طيب عشان اذا طاح الارض ما يجي على انزل تحت، انزل يا صديق. اي زي كذا ما شاء الله. اشكرك صراحه اخذ الله كله يدي. اوكي وانا احط هنا الويتش بكون مزدح كذا ولا كذا؟ يكون راسي هناك صح؟ لا راسك هنا عادي وراء عشان كذا اتصل لا ولا الا هنا هنا قلبي انا اشم ريحه فمتو يا عيال. يلا ايه احسن ناس حبيبي اسمع بالله، هنا في اسواق الهودج. هنا ورا الشارع خلف البيت دي بالضبط، ما ادري انا درت هنا ما لقيتها، تقدر بس توصلني اياها وترجع؟ تفضل استني واحدة انا استني واحدة يجي دقيقة. الحمد لله الله يعطيك العافية. انا كنت ترجع بظهرك من هنا. من هنا ورا هو ورا انا كنت انت رجعت لظهرك ما في مشكله. ترى هذه تمثيل، ما لا تحس بشيء ولا تمثيل، هذه لا تخاف ولا. لا يا عم لا اله الا الله، ما اخاف من ايه يا عم؟ ممثلين الامر واحد والرب لا واحد. احنا عندنا برنامج. لا لا تخاف ايش فيك؟ اقول لك برنامج بس وين الحين؟ انا على طول اطلع. كيف؟ اطلع على طول. ايوه انت المفروض كنت رجعت بظهرك هو بالجهه الثانيه. خذ يسار بقى المشكلة السيارة، هذا الشارع اللي انت جيت منه، هذا خذ يسار يسار؟ خذ يسار هذا نفسي عند البيت اللي انت اخذتني من عندي، هذا انت خش من هنا يمين. هنا يمين هذا السوق، انا قلت لك خلف البيت دي هذا السوق. طيب انت لك خبرة في السيارات بس ولا؟ ايه الكفر قدام اليسار ابغى اعبيه انا منسم ما ادري شو تعبيه. انت عندك مكان؟ عندي مطار ورا في السيارة بس. عندك حاجة؟ طب اخش في مويه هنا. هي السيارة ما تمشي. الحقني يا ولد. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال حبيب قلبي؟ يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟ حياك الله. كيف الحال؟ السدحان تعرف وينه تكفى؟ السدحان ابد ما ادري، كل شويه ادور هنا لي ربع ساعه من المساء. تمشي قدام بيطلع بك على 40. ايه اذا طلعت ترى ما ادل هنا ابد، امشي قدام لين يجيك عاد. تقدر بس تيجي توريني اياه وارجعك؟ عادي لان اهلي هناك تاخرت وقروش. تفضل اخذ راحتك. سلام مساء الله بشرك، شلونك انت؟ والله الله يطول. من اهل الربوة؟ اي ابد رح بوجهك الحين هو خلاص ما بقي لا عسى ما عطلناك. لا ابد انا والحالة بسحاب فستني وتيت لان ابي اروح. الاسم الكريم بس ما عبد الله معي مثلنا اسم اخوي بعد. ايه الله يسلمك. انا اول مرة تجي الربوة؟
والله يا شيخ شوف انا عجي بعض الاحيان بس ما ادري يعني في بلا في الرب كل ما طبيت فيها الكفر اللي قدامها اللي صار ينسف هو دائما ينسف ما ادري من وش يا اخي طبعا دي 2014 سنتها اي مو 13 فالجنود حقتها تجي كبيره تنسف كل شوي فهم شوف خليني افيدك عشان لا تعود وتجي تود لا ما عليك ما عندي شيء يرحم امك لاني انا من الصبح ادور المكان ذا انا اهلي دقوا علي لما طفشوني شفت الاشاره ذيك يسار بتشوفها لي انت لك خبره في ترى انا سياره جديده وش سيارات اي وش فيها لانه وش السالفه الكفر القدام على اليسار ينسم وما ادري لو في مسمار ولا لا ولا وش فيه طيب لك خبره تقدر اوريك يا شيخ الكفر اللي على اليسار اي قدام على اليسار طيب ما بس اجيب المطر من ورا عشان اقيس دقيقه افتح افتح انا امي العني العني عقلي نخبة عار باقلب 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 يا خوي بس بس هذا عفود حبيب قلبي طبعا هذا كذا لعد لعبه في نفسك لازم ابيك تقول ايش رايك ردة فعلك كانت قوية ارجع شوي قدرنا نمقلب ولا لا فعلا مقلبنا وديو وش تقول وش تتمنى دخلت شوي زيادة دخلت دخلت كذا في الحارة انا عشان ما بك تشك مره إيه على ما عليه كلمه للي يسمعونك تشك بس خلينا قل لهم لايك وسبسكرايب لايك وسبسكرايب هذه لا دبي. لا تكسر خليني ارجعك لا لا هذا المكان اللي ابيه يلا السلام عليكم السلام عليكم يا طيب يلا حيا كيف الحال كيف حالك يا عم شلون يا هلا ومرحبا السدحان تكفى من وين السدحان من هنا لان انا ضيعت ابي اهلي ومن اليوم احاول اروح ما ادري كل واحد يعطيني وصف وهذاني افرفر من النساء تروح اهلك وين؟ في السدحان هم ها؟ اهلي في السدحان من الرياض لا لا من اهل الشرقيه تم؟ من اهل الشرقيه ايوه طيب تقدر توصلني طيب لا تكفى وارجعك؟ لا لا تعال تعال قريب ايه شكلي بصرفه كبير فهمت بصرفه كبير اما لا كبير لا لا يجي إيه حلو الآن أنت تروح من هنا إيه يجيك الإشارة ذي إيه كويس هنا تدين الإشارة الإشارة اللي تشوفها ناظر إيه؟ أنت فعلا تشوفها تبي أقول لك صراحة كاميرا خفية كنا نبي فيكتور كيف نسوي مقلب وكذا أقول في كاميرا خفية هنا وفي إيه؟ مقلب بسيط وكذا بس إننا شفنا إيه؟ مقلب بسيط إيه ما مالكم حق قناة لا قناة قناة فقاعدين نحاول نسوي مقلب بس شفناك كبير ومثل أبونا إيه قلنا لا شيء مقلبكم صادق ما هو يعني يعني ما اقول ما طبقتوه بحرفنا لا بحرفنا لكن انا والله شوف مبتدئين كلها تو ما قربنا اثنين لكن وشو معنا ناس ترى وران بس السالفه وما فيها ان انت كبير وكذا انحرتت والله لا والله لا تستحي ولا شيء ابد انا اكون معك صادق يعني لابد لو جيت بتحط مقلب لابد تحط تصير واقف انت وياه ولكن بالطريقه ذي تصور الكاميرا الحين اي تصور صح ايوه الله يستر عليك يا عم تراني من اهل الرب يا بعدي يا عم تشرفنا انا يعطيك نصايح من الاخ شكله راعي مقالب اول الله يجزاه خير وين العيال وين وين العيال وين العيال اقول طيب خلاص انت والله معطينا الفل لا تسوي كذا ليش كسيت تاكي كنا تاكي في بيته يبغالك تسوي حرفنا لا انا حرفنا بس ذا شايب انحرت منه شفت لي تو كيف ركبته بس لا معليش يا عبد الله تو كبير شفت وجهه انت والله لو سويتها بس تخيل يشوفها ولده ولا شيء والله اني انغبت صح ولا لا في سكته اي والله قريب هو اقرب احنا هنا اقرب سبحان ايه ما اعرف ليش سبحان بالاحتياط طيب تعرف اسواق الهودد؟ ايه مسائية بس؟ ايه صار لي ترى نص ساعة ادور محلين ذولي عجزت تقدر طيب تفضل يعني توصلني تكفى لا انت بس وارجع لا اركب معي انا ارجعك ولا الحق بسيارتك ما معي سيارة طيب تفضل بس تقدر توصلني المكان و والله عدس ترى دقيقة بس ما عليك والله ماني بمسوي لك شيء لا لا مو عشان شيء انا لاني مستعجل يطلع على حسين انا ارجع كينا بس دقيقة تكفى ورني وارجع عشان اهلي لو انه مو بهلي ما قلت
طيب بالضبط. السلام عليكم. يا هلا والله، كيف حالك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. اطلع من هنا. طيب هنا يمين؟ نعم. معليش اخرناك ولا شيء؟ لا معليش. من اهل الرياض ولا من؟ من اهل الرياض. من وين؟ فلسطيني ولا؟ لا سوري. ومن اهل الربع ولا؟ اول مرة تجي لهديك؟ لا لا من زمان. فريق ترى انا كثير اجي هنا يعني، امس بس اني ماني بمثل الربع، اجي هنا اجيبها هذيك كذا ما ادري عاد كذا والله. هنا يمين ولا؟ سير سير. انت لك خبرة في السيارات ولا؟ خبرة؟ اي يعني تعرف السيارات ولا؟ في ترى سيارة جديدة شوف طالع خطوط هنا عشان الكفر الظاهر وشي زي كذا بنزين بعد. والله ما بعرف بس انا بعرف انا بالالماني. طيب تعرف كيف تعبي الكفر بس لانه معي مطر؟ مطر؟ ايه. اعبي لك الكفر؟ ما لا. هذا السوق. هذا السوق. وين مدخله بس؟ هذا. الو. من هنا مدخل. الو وينك انت؟ عن بيت مجد، امتى طلعنا الملعب؟ يعني عمار جاي عن بيت مجد من ستة وعشان تطلعوا لك شو؟ ثواني بس. نعم؟ تبي شيء؟ لا بس دقيقة أنا أقول لك تقدر تساعدني في هذه؟ أجيب المطار بس. أشوف لك. طيب دقيقة. أي يا أخي. خلك ارتاح. أجيب المطار. لا نازل لك. ألو ألو أنا؟ يا ابو شباب مقلب 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 يا ابو الله فخر. انا دور دور الكلام في حاره انا ما في لقى، انت بس ودي انا ارد انت عادي ما في مشكله. ليه سكينه بس هذا ما عليك اخرج امه فهمت خلاص. شوفوا احنا نتكلم طب عليه. طيب طيب لا لا انزل سلم. لا لا احنا نتكلم. لا لا خلاص بنزل. يا اخي بس واقعد انا في اسمع هذا اسم بس ما في معلومه وين معلوم الحال كويس. هذا مين؟ لا لا هذا ورا بس كذا اسمع. مين هذا؟ هذا نفر نفر اخوانا نوم. شوف لحظه دقيقه وقف هنا. ايوه شوف هذا وقف. وين؟ وين وقف 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 هنا وقف هنا. ايوه ايش في انت؟ شوف انا اوريك. لا خلي خلينا خلينا خلينا. اي ما في مشكله. اي كمل كمل. لحظه لحظه وقف. ها دقيقة أنا بصلينا. إيه ما أنا ودي أنت بس ولا سواق قادد بس. طيب خلينا وقف. لا دقيقة بس شوف أنت يا هذا نفر. لا 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 دقيقة دقيقة. عبد الله اطلع له. ها فهمت 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 فهمت. أنا ما أعرف. هو يجي ما في صارمان وهذا عبد الله. هذا كذا عجبه كثير. انت ليش لا انا ما في شيء انا ما